اليوم بصادف 30 آذار من 2022، واللي بيوافق يوم الذكرى، يوم ذكرى الأرض اللي بلشت أحداثها في 1976، لما حاولوا الجيش الاحتلال انهم يصادروا الاف الدرومات. فوقتها هبت هبة من الجليل للنقب، وقتها كانت هبة بقصد انه الارض هذه ارض لنا، وكل ذكرى ارض احنا بنذكر انه هذه ارضنا، الارض الفلسطينية. وهذه في ذكرى يوم الارض، ويوم الارض سمي بهذا الاسم مناسبة للاحداث التي وقعت يوم 30 اذار عام 1976، حينما حاولت سلطات الاحتلال الاستيلاء على الاف الدرومات من اراضي ذات اغلبية فلسطينية. يعني ايش علاقتنا احنا في الارض؟ شعب كان من زمان تقريبا طول عمره شعب مهتم بالزراعة، مهتم في الارض، فهذا جزء من الاهتمام فيه او جزء من معنى يوم الارض. والجزء الثاني اللي هو اظن كان بقوي يوم الارض، اللي هو او بقوي علاقتنا فيه، اللي هو القضية اللي هو احتياجنا إلها، لأنه أجزاء كبيرة منها مش معنا، حتى الأجزاء اللي معنا بنقدر نستغلها ونقدر نستعملها محدودين نوعا ما فيها.